كأنهم أطفالها، إخوتها، أو أفراد عائلتها. تجري الطبيبة نور لوحيد بلهفة نحو المصابين دون أن تنتظر إحضارهم إلى سرير الجراحة من خلال رجال الإسعاف، علها بسرعتها تنقذ ما يمكن إنقاذه من أرواح الفلسطينيين المصابين. نور طبيبة كانت متطوعة في مجمع الشفاء الطبي، ثم نزحت كبقية الغزيين إلى جنوب القطاع لتتطوع فيما بعد داخل المستشفى الكويتي برفح. صراحة بداية أهلي نزحوا قبل ما أنا أنزح، نزحوا في بداية الحرب لأنه كانت المنطقة عندنا خطرة كتير، وأنا ظلت على رأس عملي لليوم 45 في مستشفى الشفا، واضطرت أغادرها مجبرة مش مخيرة، وغادرتها على بيتي على أساس إن أنا أرجع المستشفى كمان مرة، بس ما قدرت لأنه المستشفى كانت متحاصرة. وكانت رحلة صعبة جداً، إنه الواحد ماشي وسايب أحلامه وبيته وحياته وأصدقائه وناسه وبيئة عمله وكل الناس اللي بتعز عليه وماشي إلى المجهول. صعبة جداً الواحد ماشي وشايف كل الناس بتمشي، عدينا عن الحاجز الغير آمن بتاتاً لحد ما وصلت رفح. الطبيبة الإنسانة كما يحلو للبعض تسميتها التي أرهقتها الحرب ترى في مهنتها واجباً لا يمكن التنازل عنه. الواحد بيقوم بتأدية الواجب الوطني والدافع الإنساني اللي عنده، لأنه إحنا أطباء وبالنهاية هذا واجب علينا، وإحنا لازم نقدم كل شيء بنقدر عليه وما بنقدر عليه لأبناء شعبنا للأطفال. الإصابات اللي بتجينا كلها أطفال ونساء عزل، إصابات حرجة جدا خطيرة جدا، أنت ما بتتخيل كيف طفل بيكون لوحده بدون حدا من أهله بيكون مصاب. فأنا طبعا لازم أقدم واجب الإنساني بدون ما أتخاذل يعني. وتعتبر نور الطبيبة الأنثى الوحيدة التي تعمل فيما يعرف بالمنطقة الحمراء داخل المستشفيات، والتي تدل على مكان الإصابات المعقدة نتيجة صواريخ الاحتلال. زرعت الطبيبة نور عند تخرجها وحلفها القسم الجامعي أن تبذل العطاء في مهنتها لتعكس ذلك داخل المستشفيات وفي ظل هذه الحرب، لتكون عنوانا للبذل والعطاء. غازي العلول من المستشفى الكويتي رفح.